إن كنت تبحث عن عمل حر أو صاحب فكرة ومشروع ترغب برفع نسبة نجاحه، إن كنت تريد تنمية معارفك ومهاراتك، التحق الآن بمنصة أكاديمية عمران للتدريب، حيثما وجدت ومن دون أي ارتباطات زمنية توفر لك المنصة 4 خدمات أساسية: دورة مرئية يقدمها خبراء ومدربون في التخطيط، قيادة فريق العمل، التسويق وبناء العلاقات، إدارة المشاريع، التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى إصدارات إلكترونية لتتمكن من اتباع نموذج عمل تطبيقي. أيضا تمارين ومؤشرات تفاعلية لتقييم الأداء والفعالية لدى أصحاب المشاريع، شهادات تدريبية تحصل عليها عند إتمامك متطلبات الدورات التدريبية. أكاديمية عمران للتدريب. دكتور زانا أحمد قصاب من كردستان العراق، حكيت الاسم صحيح؟ تمام؟ طبيب نفسي ومدرب مختص بالتدريب القيادي والإداري، مجاز من مؤسسة الإبداع الخليجي ومجاز من الدكتور طارق سويدان، عمل على تأسيس أكثر من 10 مشاريع خيرية وربحية، خريج أكاديمية إعداد القادة لدى دكتور طارق سويدان عام 2014، ورئيس ومؤسس مركز إعداد القادة في شمال العراق كردستان 2015 لغاية اللحظة، رئيس ومؤسس مركز Training Academy ترينر للتدريب الإداري والقيادي، والمدير التنفيذي لمشروع الروادي العالمية لإنشاء مراكز إعداد القادة. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا في هذه الحلقة وأمسية إن شاء الله ممتعة للمشاهدين، نتمناها. عنوان حلقتنا اليوم دكتور: ما هي النقاط الإيجابية والسلبية لكل نمط من الأنماط القيادية وكيف نقوي كل نمط منها؟ دكتور بداية يعني أنا حبيت أبدأ بسؤال يعتبر في الساحة جدلي، تمام، وصار أكثر من نقاش بين أكثر من شخص سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو وجها لوجه. حينما نتحدث عن القائد والمدير لابد أن نعرف ما هو القائد وما هو المدير، تمام؟ نعم. نعم. هلأ سؤالي: هل المدير قائد بمعنى آخر؟ هل كل مدير قائد؟ أو تمام. هل كل قائد مدير؟ نعم. يعني لازم دكتور إنه نوضح الصورة ونعرف الاختصاصات والصفات اللي بتتحدد للقائد والصفات والاختصاصات اللي بتحيط في المدير. تفضل دكتور. شكرا أختي دعاء، السلام عليكم مشاهدين الكرام مشاهدات الأعزاء في كل أنحاء العالم، أتشرف معكم بهذا اللقاء وإن شاء الله يكون فنجان قهوة جيدة وممتازة وإن شاء الله مثمرة. أختي دعاء، الموضوع الأنماط القيادية وكيف نستخدمها ومتى، وسؤالك سؤال مشروع وموجود دائما هذا النقاش. نحن عندما نقول كل قائد مدير أو كل مدير قائد لازم نشرح الموضوع. في مواضيع العلوم الإنسانية ليس حديا مثل الفيزياء ومثل الرياضيات، لا نستطيع أن نحدد، لأنه مثل ما يقول الإنجليز there is no the clear cut، يعني لا يوجد حد فاصل يعني حتى نقول هذا مدير وهذا قائد. شوف، كلما زاد مراتب الإدارية مثلا الوزير أو المدير عام، كلما زاد العمل القيادي أو الدور القيادي لدى هذا الشخص، وكلما قل هذا الأمر الإداري إلى مدير فرع أو مدير قسم بسيط، كلما زاد العملية الإدارية أو الدور الإداري لدى هذا الشخص. أظن هذا إجابة واضحة ومختصرة. يعني مثلا إذا كان وزير فلا يعني يوجد إدارة عند الوزير، ولكن غالبية الشغل الوزير هو القيادة، ولكن يوجد فيها إدارة. لما نقول قيادة يعني الأدوار القيادية المعروفة لدى كثير من العلماء ولدى كثير من المدربين العالميين في هذا المجال، فكلما قل يزيد الإدارة لدى الشخص، ويوجد صفات مشتركة بينهم ويوجد صفات المتميزة بينهم، لا يوجد مثلا ممكن لا يوجد لدى القائد أو يوجد لدى المدير. فهذا موضوع الصفات والمناقشات الجدلية دائما موجودة. دكتور يعني برأيك
بيكون جينات الشخص نفسها تلعب دور إنه نعم يكون هذا الشخص مؤهل إنه يكون قيادي مع التدريب ومع بدنا نحكي إذا يعني أخذ دورات أكثر، تدرب على الموضوع أكثر وهكذا. أو نعرف إنه إحنا إذا حد بده يكون مدير أو كذا بده يكمل بالأكاديمي، بالمجال الأكاديمي في الإدارة ولا ما آخره. النظرة السيكولوجية للموضوع ككوني طبيب نفسي أنه يوجد لدى الإنسان، نحن نقول له بالمصطلحات السيكولوجية، نقول هذا كاركتر، يعني هذه صفات كاركتر، ويوجد بعض الأشياء هو يعني موجود فطريا، يعني هو الكلمة يعني ممكن نقول فطريا موجود في الشخص مثلا، وهذا موجود في الأصحاب لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أحد الأصحاب عن الغضب، هل هذا قال أنت لا تغضب شخص عندك قليل الغضب؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل هذا موجود عندي أو تعلمته؟ يعني قصدي الحديث ليس سياقا إنما معنى الحديث، قال بل هذا خصلة فيك. ف من هذه الزاوية إذا واحد عنده بعض الصفات، مثلا واحد صبور، صفاته الشخصية النمط الشخصي اللي موجود فيها هو مثلا واحد صبور، وواحد لا يوجد هذا الصبر عنده سريع الغضب، فممكن نعلم اللي عنده سريع الغضب كيف يسيطر أو يدير الغضب، بس لا نقدر أن نعلمه كيف يكون صبور 100% لأن هذا نمط عنده، تمام؟ أكيد. هذا موجود عند الولادة. فنفس الشيء في القيادة موجود، يوجد أشخاص عندهم حس القيادي، قدرة القيادية أو القدرة القيادية في صغارهم، ممكن هذا موجود نعم علميا، ويوجد أشخاص لا يوجد هذا عندهم ولكن يمكننا أن نعلمهم، وهذه المثال موجود في كل الأشياء، مثلا في الرياضة بعض الرياضيين عندهم قدرة رياضية في الصغر، ولكن مثل ما يقول رونالدو، يعني كريستيانو رونالدو عنده قول شهير يقول talent without work hard doesn't matter or nothing، يعني التالنت الموهبة ليس شيئا إذا لا نشتغل عليه. فموضوع الواحد إذا عنده قدرة قيادية أو حس القيادي أو ما إلى ذلك، إذا لم يشتغل عليه ولم يتدرب ولم يثقله بالمهارات الحديثة والمهارات اللي لازم يكون عند القائد موجود، فصعب أن يقود، ولكن من السهل أن يقود إذا تدرب نفسه. والآخر اللي ما عنده هذه القدرات يمكن تدريبه، ولكن بعض الأشخاص لا يمكن تدريبه، وهذا موجود لدى الأصحاب وموجود لدى الخلف نحن، وفي العلم القيادة أيضا موجود. فموضوع نسبوي، نسبوي يعني. أكيد دكتور، ممكن إنه قوة الشخصية تلعب دور بهذا الموضوع. لما ذكرت إنه في ناس قد ما أخذوا تدريب وكذا يعني مستحيل إنه يكون قياديين أو هيك. شوف، نحن كأطباء نفسيين عندما نتكلم عن الشخصيات عندنا فرق بين الشخصيات اللي يتحدثون الآخرين كمنظور سايكولوجي. كل الشخصيات الموجودة في الأنماط السيكولوجية عندنا ممكن يتعلم القيادة، مثل ما يقول أحد العلماء القيادة أن القيادة تعلم وتدرب ويمكن تعلمه، يعني فنعم كل معظم الشخصيات نستطيع أن ندربه، ولكن يوجد بعض الشخصيات اللي عنده قدرة أكثر فهذا من الأسهل أن ندربه. تسمعينني أختي دعاء؟ ممكن المشكلة في الخط. سمعتي أختي دعاء تسمعينني؟ دكتور بعتذر منك كأنه قطع الاتصال عندي. لا لا، طبيعي طبيعي. هلا دكتور، سؤال على الهامش أنا نسيت أسألك إياه لما ذكرت المثال قبل شوي، برشلوني نعم. ولا مدريدي دكتور؟ أنا كنت هلا مدريدي، متابعين الآخر. لا أتابع الكرة كثيرة ولكن كنت مدريدي. نعم أكرم. طيب دكتور، لو حبينا، لو بدنا ندخل بالموضوع، موضوع الحلقة، نعم ونبدأ بمعنى الأنماط القيادية. نعم تمام، بس خليني أعمل شير إذا واحد يريد يكتب شيء أو يحتاج يكتب شيء، إذا يحب يكتب شيء يعني يكون عندهم ال
الموضوع أكيد يعني. كتابة. نعم طيب أنا أود التنويه إنه بإمكان المتابعين أن يشاهدونا على منصات فيسبوك ويوتيوب وأكاديمية عمران ومنصة عمران أيضا، ونسعد بمشاركتكم بأسئلتكم واستفساراتكم على نفس هذا اللايف. تفضل دكتور. الله يزيد فضلك. فما هو أو ما هي عفوا ما هي الأنماط الباوربوينت موجود عندكم؟ تمام. التعريف للأنماط القيادية هو جمع الصفات والخصائص الموجودة لدى القائد التي يتصرف بها في حادث معين، جمع هذه الصفات والخصائص اللي يعمل عليها القائد في ظرف معين تعتبر النمط. فمثلا قائد تنفيذي في موقف من المواقف يعمل في التنفيذ ويعني يزيد في التنفيذ ومستمر في التنفيذ. يوجد قائد رؤيوي دائما يشتغل على الرؤية أو كثير من الأحيان يعمل على الرؤية، أهمية الرؤية، يعني يدرب الآخرين اللي معاه والأتباع على الرؤية. فهذه الخصائص والقدرات التي يستخدمها في توجيه الأتباع إلى هذه الجهة المعينة فنحن نسمي هذه نمط، ويوجد أنماط كثيرة. يعني هذا ممكن تعريف دكتور؟ قصير. نعم تمام. طيب هلأ نعم. الخصائص والصفات اللازمة لمكونات الشخصية القيادية الناجحة متعددة، تمام، وهي في حد ذاتها عبارة عن خصائص الشخصية السوية المتزنة، تمام، في جميع شؤون الحياة بالإضافة إلى متطلبات القيادة اللازمة ممكن اللي ممكن نلاقيها في الشخصية القيادية. حبذا دكتور لو نذكر بعض هذه الصفات ونتحدث عنها أكثر. أختي دعاء، ممكن نتطرق إلى هذه الصفات، ولكن أظن هذا ممكن نطيل فيها، راح يروح منا الأنماط القيادية اللي برأيي أهم. المهم أجاوبك على الأسئلة. الصفات كثيرة جدا جدا جدا، فبعض العلماء لا يعتبرون الصفات مهم، بعضهم يعتبرون مهم. المهم أحد الصفات لدى القائد لازم يعني إذا يكون موجود جيد جدا والقدرة على التحليل، قدرة على تحليل الأشخاص والمؤسسات والمواقف، قدرة على التحليل، وهذه أحد القدرات العقلية الموجودة لدى الإنسان. أيضا القدرة على التخطيط، وخاصة التخطيط الاستراتيجي. وأيضا يوجد مثلا بعض القدرات اللي يستخدمها القائد لتحريك الأتباع، مثل قدرة الإلقاء، قدرة الإقناع. وأيضا أهم مهم لدى القائد أن يكون له مهارات اللي نسميه إحنا الجروبين، التيم، يعني بالعربي شو يسمونه، العمل الجماعي. يعني لديه قدرة على العمل الجماعي وكيف يؤسس العمل الجماعي وكيف يقودهم. فصفات أخرى كثيرة، بعض الصفات يكون نفسية، بعضها يكون إدارية، كثيرة جدا في الصفات القيادية. ممكن دكتور كاريزما الوجه والصوت تلعب دور أيضا في هاي الصفات؟ هذه تحسينات، تحسينات إذا يوجد زي تلعب كماليات. كماليات، لأنه حسب التابع، اللي حسب التابع يفرق. في بعض الأتباع لا يهمهم ذلك، بس ممكن بعض الأتباع، ومع الأسف يكون دائما غالبة الأتباع نسميهم الهامشيين، الهامشيين اللي ما عندهم الأثر في القرار عند القائد، ولكن عادات كثيرة مثل في الانتخابات. يعني أكيد عندكم بالانتخابات بالعراق بيعبوا الكوكب صور دكتور. إحنا اللي واحد إعلامي أو مطرب إعلامي مطرب، هاي الأشخاص يعني أنا عندي مشكلة من قصة الصور، يعني مش عارفة شو المغزى منها. بس طيب دكتور نرجع لموضوعنا وندخل في الأنماط القيادية، كيف نعم. لنا أن نكتسب هذه الأنماط؟ هو مثل ما قلت، الأنماط هو جمع من الخصائص والأعمال التي يعملها القائد.
فإذا نشرح الأنماط بسرعة وبعض الأنماط فيها بعض الخصائص ممكن نناقشها. اللي يهمني في هذه اللقاء أنه كيف نستخدم هذه الأنماط، لأنه أنماط موجودة ممكن كل واحد بعد هذا المحاضرة أو هذا اللقاء يروح يقرأها في أي سورس أي مرجع، ولكن كيف ومتى هذا مهم، لأنه عادة إحنا نحفظ الأنماط أو نحفظ المعلومات ولكن لا نستوعب أو ما عندنا قدرة على كيفية وأين أن نستخدمها، هذا مهم جدا. الأنماط يوجد أنماط كثيرة صراحة، فبعض بعض العلماء والدارسين في هذا المجال استعرضوا إلى ستة وبعضهم إلى أكثر. فنحن في هذه اللقاء نستخدم جوليمان الموديل، يعني نموذج جوليمان اللي هو يشتغل على موضوع الذكاء الوجداني، يعني حسب التقسيم الذكاء الوجداني هو استنبط هذه الستة الأنماط الذي نذكرها الآن لدى المشاهدين. فالأنماط معروفة، ولكن في كل نمط نحن نقول ما إيجابياته وسلبياته وكيف نطوره، وبعد ذلك نذهب إلى متى وأين نستخدمه. أعرضه؟ أبدأ بالعرض؟ تمام. طبعا للراغبين في قراءة في هذه الأنماط أكثر يمكنهم رجوع إلى هذه الكتاب اللي هو Leading Beyond the Ego، يعني مؤسسة عالمية نشر هذا الكتاب 2014 و15، ودائما فيها تجديد، يمكنهم الاستفادة من هذه المرجع، ويوجد مراجع كثيرة. طبعا جوليمان عند هاي ستايل الستة المشهورة اللي قسمها الآن واحد واحد نحن نعرض ونقول الإيجابيات، لأنه هذا كثير يعني يحتاج إلى ساعات حتى نشرحه. أولا النمط الرؤيوي، هذا النمط القائد يهمه الرؤية، عنده رؤية معينة يريد تحريك الأنماط أو الأتباع إلى هذه الرؤية. نحن نسينا أن نعرف القيادة ومن هو القائد، يعني على أساس السادة المشاهدين والمشاهدات يعرفون ذلك، لكن باختصار أقرب وأحسن برأيي التعريف وتعريف الدكتور طارق سويدان للقيادة هو القدرة على تحريك الأتباع إلى الهدف المعين. فيوجد القدرة، يعني لازم القائد يكون لديه هذه القدرة، ولازم عند القائد يكون له أتباع، وهذا مهم جدا جدا جدا، لأنه إذا واحد امتلك كل الصفات القيادية كل 200 500، إذا ما يكون عنده ولا تابع واحد فلا تعتبر قائد، لأن القيادة شيء عملي صحيح فيها نظريات وعلم وهكذا، ولكن في التطبيق لازم نطبق، لازم يكون لنا أتباع، فهذا مهم. كيف نحرك هذه الأتباع إلى هدف معين؟ فهذا قيادة باختصار شديد. فهذا النوعية من النمط الرؤيوي أو الفيجنري، ما أدري الترجمة العربية إذا فيها مشكلة فممكن الجماعة يستخدمون الإنجليزي وبعدين يراجعون إلى المصادر حتى ترجموها للعربي. فيجنري القائد لديه رؤية معينة يريد التحريك الأتباع إليه. لماذا سموه هذه القائد فيجنري؟ لأنه في كثير من الأحيان هذا القائد يستخدم هذه النمط، يعني دائما قائد يذكرهم بالرؤية، تعالوا إلى الرؤية، فهذا رؤيتنا، يعني دائما يحمسهم يدفعهم يزيد من حماسهم. فمشكلتنا في الأنماط القيادية إذا القائد ما ينتبه إلى أنه دائما يستخدم هذه النمط فقط، وفي كثير من الأحيان يستخدم نفس النمط في قيادة مشروعه، فبالأخير هو يتضرر والأتباع يتضررون والمشروع يتضرر. لماذا؟ لأنه موضوع الأنماط القيادية وأهميتها في استخدامها هو هنا، متى نغير النمط؟ متى نغير النمط الفيجنري إلى أفلييتف مثلا؟ متى نغير الكوماندين إلى فيجنري؟ فهذا مهم جدا. هذه لازم يكون القائد مثل اللاعب في الكرة أو لاعب في أي مجال، يعني لديه قدرات حتى يتشكل نفسه مع الموقف. إذا يوجد موضوع علمي يعني اسمه القيادة الموقفية، يعني موضوع مهم جدا جدا لأي واحد عنده مشروع ممكن يرجع إليه. خلينا نكون في النمط الفيجنري، فهذه التقسيمات ممكن بالباوربوينت عند الشباب شوي صغير، ولكن يعني دكتور نعم. بس نعم. حتى ما تروح الفكرة،
يعني أنت بتنصح بأصحاب المشاريع أو أصحاب يعني كونه أي حدا مثلا بده يبدأ مشروعه أو كذا وكان عنده اتجاه معين لنمط معين، عملية التجديد أن تكون مستمرة طول بناء المشروع، التجديد في الأنماط. هو مشروع كأي كإنسان له عمر، له عمر، إذا لا نجدده ولا نطوره ولا نبدع فيه فيموت بلا شك. أحد الأسباب الأساسية الرئيسية في موت المشاريع هو القائد، الأشخاص الذين يقودون المشروع في الأول إلى الأخير. فمهم جدا، يعني أنا أعرف أن كثير من الأشخاص ممكن يعرف هذه الأنماط، ولكن متى وكيف هذا لا يعرفونها. فنحن نركز على بعض الصفات بسرعة حتى نروح إلى متى وكيف. الفيجينري بعض الملاحظات عليها. أول شيء يعني ما هي هذه النمط؟ قلت إنه فيجينري دائما عنده فيجن ويعني رؤية ويحمس الناس ويحفز الناس. القوة أو الإيجابي، النقطة الإيجابية في هذا النمط هو self confidence and empathetic، يعني عنده الثقة بالنفس والثقة بالموضوع والثقة بالرؤية، وعنده تعاطف ويعني حس حركي وحس الاندفاع وهكذا، يعني يدفع الأتباع إلى الرؤية. هذا جيد جدا جدا في حالات الذي نذكرها بعد ذلك اللي هو متى نستخدمه. النقطة السلبية في هذا النمط إنه weakness، بعض الأحيان ليس كل أتباعك بالكلمات يحفزون، تقدر أن تحفزهم. لماذا أنا قلت القيادة الموقفية مهم؟ لأنه القيادة الموقفية يعلمك من تحفز ومن توجه ومن تحفز وتوجه، لأنه فيها التوجيه والتحفيز. يعني بعض القادة في الفيجينري شنو مشكلتهم؟ دائما يعني في المشروع يقول بارك الله، يلا نقدر، يلا إلى الأمام، يعني وصلنا، يعني دائما حماس وهذا ممتاز. ولكن يوجد عندك شخص في المشروع لا يحمسه الكلام، يحمسه المال، يحمسه المنصب، لازم تعطيه المنصب، يحمسه مثلا زيارة تليفون. يعني فهذا القائد مشكلته انه ما يقدر يحرك كل الناس بكل بنفس النمط. هذا هو الويك بوينت عنده. ففي هذه الاحيان اذا كان المشروع فيها كثير من الأشخاص اللي لا يحفزهم هذه هذه النمط يصير مشكلة بها. تمام. فهذا هو باختصار شديد النمط والإيجابية والسلبية. كيف نطور هذه النمط؟ فممكن هذا في الأخير لما نقول متى نستخدمه وكيف نستخدمه نجاوب على هذا. هذا النمط الأول. النمط الثاني اللي جوليمان يعني دائما عفواً، معذرة، خذ راحتك دكتور. سلايد راح علينا. هي الأنماط لها تعداد دكتور؟ العفو، لها تعداد يعني كم نمط تقريبا؟ احنا ستة، نعرض ستة الآن. احنا قلنا في أساس الجوليمان، احنا قلت الموديل اللي هو جوليمان موديل في هذا الكتاب موجود، يعني موجود نفس الأنماط بنفس الأسماء لدى شخص آخر، ولكن هذا جوليمان استخدم هذه، استنبط هذه الأنماط من الموضوع الإيموشنال إنتليجنس. النمط الثاني هو الأفلييتيف. أنا استخدمت كلمة الأفلييتيف، ترجمتها إلى الألفوي. تمام. يتآلف مع الناس، ألفة لديه، ألفة لدى الناس، يتعاطف مع الناس، عنده الأشخاص الأتباع مهمة جدا جدا عنده، دائما يحب يكون له علاقة معهم، يعني علاقات تليفون، خروج، قعدات أو أي شيء مهم جدا هذه النمط، ولكن التكرار فيه ليس مهم. فباختصار شديد هذه النمط لديه قدرة على يعني يقدر أن يعمل هارمونية في التعامل بين الأتباع، حتى بيناتهم، بينه وبين الأتباع والجمع ككل. يعني هذه الهارمونية يقدر يعني يبني هذه الهارمونية وإيموشنال باوند، يعني الإيموشنال باوند يعني
العاطفة، شنو العاطفة؟ يعني توتر، ربط العاطفي، ربط العاطفي، يعني ربط العاطفي بين الأتباع. فهذا مهم، يعني شيء جيد لهذا القائد أن يستخدمه. ولكن دائما مشكلتنا أن النمط القيادي واحد، يعني يكون دائما يستخدم نفس النمط في كل الأحيان في كل المواقف، هذا هو المشكلة. فإيجابية هذه النمط هو أنه يقدر يعمل تيم قوي، فريق قوي، وفريق متعاطف مع بعض ويساعدون بعض، فهذا شيء ممتاز. النقطة السلبية أن هذا القائد لأنه عنده قدرة على هذه الهارمونية وهذه التعاطف والتعامل والحب بين الأتباع، فإذا يوجد مشكلة داخل الفريق هو يحب أن يستبعد نفسه فيها لهذه المشكلة ولا يحب أن يحل هذه المشكلة. وأنت أستاذة دعاء، أي مشكلة ولو كانت صغيرة إذا ما حللناها وما عملنا على حلها فممكن يكبر. فهذا المشكلة في هذا القائد أنه عنده بالإنجليزي يسمونه avoidance، يعني يتجنب حل المشاكل. ليش؟ لأنه نعم بعتذر عن المقاطعة، بس أنا مستغربة إنه شخص بقدر أطلق عليه قائد وهو يتجنب حل مشكلة. يعني هو القائد انوجد لحل المشكلات في أي مشروع أو في أي مكان، حتى بغض النظر إذا كان مشروع أو لا. كلام صحيح، لأنه شوف بعد ذلك نستخدم الثلاثية اللي أنا دائما أحب أستخدمها، الثلاثية لدى جون أدير، لأن القائد ينسى أنه لديه أدوار أخرى غير الأتباع. فهذه النمط القيادي دائما إذا عملنا دائما في نفس النمط بعد، شوفي أختي حتى يكون الصورة واضحة، نحن دماغنا هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى. دماغنا مثلا أنت عندك في الدماغ 20 طريقة كيف ترجعين إلى البيت، عندك هذه الإمكانية، يعني تقدرين ترجعين للبيت 20 طريقة في 20 مكان مثلا. ولكن لأنه دائما تستخدمين شغلتين أو طريقتين، فالدماغ يعمل لك شيء اسمه pruning، يعني يسوي cancellation، يعني cancel للطرق الأخرى فيستخدم هذه الطريقتين فقط في التعامل أو في طريق إلى البيت. فدائما أنت لما تفكرين كيف ترجعين إلى البيت عندك طريقتين، 18 وين راحوا؟ موجودين، بس لأنه إحنا ما استخدمناها فالخلايا العصبية ما قووا على استخدامها كثيرا، لذا دماغ شال هذه المواضيع، هذه 18 طرق، بقي طريقان. نفس الموضوع في الأنماط، نفس الشيء. هذا القائد لأنه طبيعته كذلك، صفاته ممكن يتغلب على ذلك لأنه دائما يستخدم هذه النمط، فيكون عنده emotional bound، قلنا أنه يعني تعاطف كثير من يعني ممكن يريد يفصل واحد ويحتاج أن يفصل هذا الشخص، ينفصله في العمل، يطرده من العمل، بس لأنه عنده مثلا معاملة معاه جيدة ويحبه أو شيء ما يقدر يقرر. فهذا هو العطلة يكون هنا، هذا هو القصد. بسلم هذا الأمر لحد تاني إنه لحتى لنحكي يبتعد عن الإحراج مع هذا الشخص. هذا هو بالضبط. فهذا هو السلبية صراحة. تمام، نذهب إلى النمط الثالث، المدرب. هو اسمه على المسمى، يعني المدرب شنو شغله؟ يوجه الناس ويعطيه موتيفيشن أو يحفزه ويعلمه كيف يستخدم هذا الشيء. هو التدريب ماذا؟ وإعطاء معلومات، تعطي المعلومات وتثقل المهارات والإقناع فيه. أكيد. هذا هو التدريب. فنمط المدرب، مشكلة هذا النمط مثل كل أنماط الأخرى، إنه لأنه دائما نمط مدرب دائما يعمل مع كل واحد، سواء واحد خبير متقدم في العمل أو ليس لدي أي خبرة، يعملهم بنفس الطريقة، يوجههم بنفس التوجيه، يعطيهم معلومات بنفس الطريقة،
يحفزهم بنفس الطريقة، فالخبير والمتقدم يتعبهم ذلك، أما الجديد يحبون ذلك. فهو طبعا الشيء المميز فيه هو يحب أن يبني رجال للمستقبل، يبني هذه الأتباع، يعني يعمل يعني يشتغل على الأتباع حتى يكونوا قادة لهذا المشروع بعده، سواء مشروع خيري أو مشروع تجاري، مشروع عائلي أو مشروع استثماري. يعني هو يبني القائد صراحة هذه النمط، ولكن مشكلته لأنه دائما نفس النمط يستخدمه، هذا هو الويك بوينت، هذا هو السلبية فيه. نقطة إيجابية أخرى في هذا النمط هو ماذا؟ أنه عنده قدرة على التعرف على الأتباع بسهولة، لأنه يحللهم، وعنده يشتغل على التيم ديفلوبمنت، يعني إلى تطوير الفريق، هذا شيء ممتاز فيه. ولكن السلبية في هذه النمط أختي دعاء هو بعض الأحيان لأنه دقيق، المدرب دقيق عادة، دقيق في مواضيع يتدخل في صغير الأمر وكبيرها، فهذا هو المشكلة اللي احنا نسميه مايكرو مانجمنت. فمايكرو مانجمنت لدى القائد أول شيء يتعب القائد، ثاني شيء أنت لا تخليهم تتعلمون، لأنه مثل الوالد والوالدة، خاصة الوالدة دائما على الولد، ها سوي كذا لا تسوي كذا، سوي كذا افعل هذا ولا تفعل هذا، فهذا مشكلة في هذه النمط إذا لم ننتبه إليه. أحب أذكر سادة المشاهدين والمشاهدات أنه لا يوجد نمط سيء أو جيد، نحن نقول أن كل نمط مثل كل شيء في الدنيا، مثل واحد عنده سكين، هل السكين جيد أم سيء؟ ممكن سيء وممكن جيد حسب من يستخدمها. الأنماط نفس الشيء، متى تستخدمه وكيف تستخدمه هذا يحدد الجيد أو السيء في النمط، هذا يعني هو بس يعني لا إيجابياتها ولا سلبياتها. بالضبط. نكمل دكتور باقي الأنماط. نكمل هذه الرابعة، هذه الرابعة النمط الديمقراطي. النمط الديمقراطي توقفت عليه كثيرا هذا النمط، وذكرني بسياسات أحد البلدان. أكمل دكتور. تمام. النمط أعطتني مجال، أنا راح تقلب هذه المحاضرة تقلب شيء سياسي، خليها محاضرة أخرى إن شاء الله، هذا محاضرة فنجان بيزنس، يلا ولو سياسة صار بيزنس يعني. المهم النمط الديمقراطي إنه يعني بالاسم ممكن يبين للشاد للسادة المشاهدين والمشاهدات ما هي هذا النمط. أن هذا النمط هو يحب أن يستفسر، ويحب يسوي استفتاء، يأخذ الآراء، يحب يقرر جماعيا، شورى يعني مثل الشورى، يعني يقرر. هذا شيء جيد إنه أنت أو أنت كقائد أو قائدة هذه الفريق تعملي روح المشاركة، تزيد المشاركة، وتحس وتخلي كل واحد يحس بنفسه إنه فعلا فعلا عضو جيد في هذا الجروب، هذا ممتاز يعني شيء ممتاز، ويخلي كل واحد يشارك تقريبا، وخاصة الفريق القيادي يعني، فهذا شيء ممتاز. وأحد الأشياء الإيجابية هو دائما يعمل كولابوريشن، يعني تنسيق بين الآراء وتنسيق والتجميع، تجميع الآراء، مثلا يريدون زيادة الإنتاجية، يأخذ الآراء فرق جماعة المبيعات والماركتين وجماعة الإنتاج، يعني شيء ممتاز جيد وراقي. المشكلة أحد النيجاتيف بوينتس أو النقطة السلبية، ممكن يخليه ما يقدر يقرر. ليش؟ لأنه في الديمقراطية إذا ما عملنا على النقاط في الديمقراطية في القيادة قصدي مو في السياسة، لا إذا قائد ما يكون عنده القدرة إلى التحليل وإلى القدرة الرؤية للمستقبل وماذا يريدون من هذه الاجتماع ومن أخذ هذه الآراء، وما يكون عنده قدرة decision القرار، فيصعب عليه القرار. ليش؟ لأنه كثرة الخلافات، كثرة النقاش يعطيك الآراء، فكثرة الآراء ممكن يخلي ما يقدر يقرر، فهذا هو أحد الأشياء السلبية في هذه إذا لم ينتبه له. إذا انتبه له فلا يوجد سلبية، يعني غالبا لا يوجد سلبية.
أن يكون هذا النمط يعتمد أو مستخدم هذا النمط يعتمد على الهيكلية أكثر؟ يعني مثلا إذا حط مجلس شورى أصحاب قرار مثلا تناقشنا بموضوع معين ولكن القرار لأشخاص معينين، ممكن هذا يسهل على صاحب هذا النمط أو مستخدم هذا النمط؟ نعم نعم، هو بالضبط بالهيكلية تفرق وباللوائح مدى كل واحد في القرار. نعم أنا بعتذر بقطع دكتور، ممكن هذا النمط برضه حسيته قريب من النمط الألفوي؟ شيئا ما. نعم، حتى الألفوي إذا ما يقدر يسيطر على نفسه ما يقدر يقرر، وإحنا قلنا أنه النقطة الضعيفة في الألفوي شنو؟ أنه يعني أثناء المشاكل يبتعد، يعني أنه ما يقدر يقرر، يعني بنوع ما ما يقدر يقرر أو ما يحب يقرر. هو ما يحب يقرر، هو ما يحب يقرر لأنه يزعل منه الناس. هذا ما يقدر يقرر لأنه آراء مختلفة، هذا يقول أني أنفصل وهذا يقول أني أروح، يعني شوي صعب يعني يكون عليه إذا ما انتبه. إذا انتبه فلا يوجد حرج. النمط الخامس يعني أول case setting أنا سميته الموجه والسريع، هذا يحب النتائج، تعالوا معايا ورايا إلى هذه النتيجة إلى هذا المكان، خلينا نعمل كذا، كل أوردرين كل اتجاه كل توجيع، وسريع وسريع، ويعني ويحب التدقيق ويحب الضبط وما يحب التسويف. هذا هو مواصفات النمط بسرعة، يعني بسرعة يعني شديدة. لذا هو طبعا عنده ستاندردز، عنده كرايتيريا، وعنده شنو الكرايتيريا بالعربي يعني سبحان الله العظيم نسيت، قالب معين. نعم قالب معين، ممكن نقول قالب معين عنده و ضمن نعم ضمن إطار معين ومحدد. هو يحب هذا الإطار، فشوي إلى دكتاتورية يميل، يعني إذا لم ننتبه له فهذا هو أحد النقاط الضعيفة لدى هذا النمط، أنه ينتمي إلى الدكتاتورية بعد ذلك إذا لم يتراجع بعض الأحيان إلى مثلاً نمط الديمقراطي أو النمط الألفوي أو إلى ما ذلك. فويكنس مالته أو الضعف مالته أنه يتعب الناس اللي معاه، يتعب الأتباع، يتعبهم، وممكن يصير المستبد. وطبعا البوينت الإيجابي أو النقطة الإيجابية هو أنه في النتائج ممتازة، لأنه سريع وعنده 1 2 3 4 ولازم ينفذوا الجماعة، فهذا جيد فيه، ولكن إذا لم ننتبه يكون سيء. الأخير هو الآمر، قريب من الفيس سيتين. هذا هو الصفات، دائما يحب أن يأمر، تمام. اللي قبله ممكن يشتغل مع الفريق، فهذا ولكن هذا قليل العمل مع الفريق، يعني دائما يوجه فقط، يعني هذا هو فرق بسيط بينهم لأنه قريبين من بعض. أيضا القوة هو يقدر يسيطر بسهولة، يقدر يسيطر، يعني هو مسيطر وعنده النفوذ، نفوذ قوي عنده، هذا النمط قوي في النفوذ. ممكن كل معظم الدول العربية السادة القادة هكذا، يعني نفوذهم ويسوون كنترولين. يعني طبعا الإيجابية في ذلك هو قلنا يقدر يسيطر إذا صار المشكلة، مو مثل الواحد الديمقراطي اللي ما يقدر يسيطر ويقرر، هذا يقرر وجيد هذا إذا كان لصالح المهمة. عندنا الويكنس هو يكون يعني ما يتقبل آراء الآخرين بسهولة، ما يحسب له حساب بسهولة، علاقاته مو مثل الأفلييتف الألفوي، لا هذا أصلا ما يحب العلاقات كثيرا صراحة، يعني فهذا يسمي يعني يخليه يخشن في المعاملة، هذا هو المشكلة. نحن استعرضنا الست المشهورة في هذا النمط، أنماط الستة، فممكن بعد ذلك نتطرق إلى متى وكيف نستخدمها، فالأمر إليك. طيب دكتور، بتحب ناخذ أسئلة من اللي وصلتنا على المنصة ولا نكمل تفضلي. وفي النهاية الأسئلة تفضلي، إذا كان الأسئلة إجابته بعد ذلك فنجيبه بعد ذلك، إذا كان في المكان نجيب على الأسئلة إن شاء الله. تمام. هلأ دكتور،
ممكن مثلا لقائد انه يجمع بين اكثر من نمط؟ نعم، وهذا هو المطلوب الذي نشرحه متى وكيف. بس دقيقة دكتور، أنا عشان بدي أقرأ الأسئلة. ملاحظة كثير، بس بسرعة أختي دعاء، ملاحظة. شوفي، ممكن أنا وأنت وكل السادة المشاهدين في مشاريعهم عندهم ستة، ولكن أيهم أكثر وأيهم أقل؟ هذا هو الأنماط، دائما هكذا، حتى الأنماط النفسية، يعني إنه هذا الشخص حدي وهذا شخص نارسيسستيك ومدري شنو، عنده كلها ولكن هذا وهذا أكثر والباقيين أقل، فالأنماط هكذا دائما يعني تؤخذ. طب دكتور، هي فقط 6 أنماط يعني إذا كان حسب في حسب حسب التقسيمة جولمان. طيب أعطيني بس دقيقة دكتور، لأنه فصل. تفضلي. نكمل دكتور، أنا بعتذر منك، ولكن طبيعي جدا. دائما شنو، انتو عندكم مشكلة كهرباء همينة في الأردن؟ والله لا، هي مشكلة مش بالأردن، هي مشكلة احنا في العراق طبيعي جدا يعني، أنا وخاصة ما في أعتقد، الإقليم، أنا مبين في إنه أقل الإقليم شيء. خاصة كهرباء ماكو مرات يعني. هي لا، هي فك أحكي المشكلة. أنا دائما أقول إن حكامنا يحبوننا كثيرا لأنهم يريدون أن ندخل إلى الجنة. لماذا؟ ينقطع الكهرباء في الحر، التموز مثلا، حتى تشعر بحرارة جهنم يعني، أنت يعني تحضر حالك للجهنم يعني، فوالله متقين يعني، جزاهم الله خير. تقية. أي ثانيا، مثلا كهرباء بالليل مثلا في الشتاء أو في الصيف ما لا يوجد، حتى تحس شو اسمه القبر، إنه أنت لما تدخلين القبر يصير الموضوع أكثر يعني لا إله إلا الله. ظلاما يعني. حتى الفقر ما عندهم مشكلة، حتى يقولون أن الفقراء يدخلون الجنة يعني بسرعة يعني، جزاهم الله خير يعني، شو نسوي؟ لا لا لا، تعليقات خلينا بس نكمل على بشكل الموضوع آخر. هذا. طيب نعم تفضلي. دكتور، كنت قلت لك إنه في أسئلة على المنصة، نعم إذا بنجاوبها يعني ناخذ سؤال سؤالين. تفضلي. طيب، في مراحل مشروع التأسيس والإطلاق، متى نستعمل النمط الرؤيوي هذا الأول، ما وما هي المواقف التي نستعمل فيها هذا النمط أو أبرز المواقف؟ نشرحه بعد ذلك. إن شاء الله قبل بعد 5 3 دقائق نشرحها إن شاء الله. طب معناته دكتور، شو رأيك نستكمل المحاضرة؟ يلا توكلي لأن على الله. أغلب الأسئلة في أتوقع في اللي حتطرحه الآن. في كيفية، تمام؟ ما في دام كيفية. السؤال على الكيفية فهذا هو صلب الموضوع للقاء إن شاء الله، فسهلة إن شاء الله. تمام. نكمل أو حضرتك عندك استفسار سؤال شيء؟ سادة المشاهدين والمشاهدات، إما تكتبوها يدويا أو تصوروها يعني شاشة حتى يكون عندكم هذه التقسيمات. أول شيء أحب أشير إلى الشاشة، عندكم سكرين موجود؟ ما لا يوجد، ها؟ أنا عملت السكرين شير،
عملت سكرين شير بس تمام. تسأل عن المادة اللي تمام. أول شيء قبل ما ندخل في هذه كيف ومتى متى نستخدمها، هذه الأنماط موجودة وليس من تأليفنا. ويوجد جون آدير، لما قلت لكم أن جون آدير أحد العلماء في القيادة، عنده في الأدوار القيادية، الأدوار القيادية هو عند جون آدير يقسمه إلى هليكوبتر فيو، هو يسميه هليكوبتر فيو، يعني الرؤية الهليكوبترية كنمط كأدوار للقائد، اللي هو ثلاث. هو يقول القائد دائما ينتبه إلى ثلاثة أشياء، سواء مشروع بيزنس ربحي غير ربحي أو أي شيء. أول شيء على المهمة، دائما يركز على المهمة، يدير باله على المهمة، المهمة أو هو الهدف الموجود اللي تشكلنا هذا الفريق لكي نحقق هذه الأهداف، هذا هو المهمة. ثانيا على القائد أن يركز على الأتباع، أتباع، تعريف الأتباع باختصار شديد هو الشخص اللاقائد، الشخص اللاقائد يعني الشخص الذي هو ليس قائد باختصار شديد، ويوجد تعريف أخرى. ثالثا على القائد أن يركز على الفريق، ثالثا أن يركز على الفريق، تناسق الفريق، تعامل الفريق، فريق يشجع الفريق، يخططون بينهم بالفريق، يعني هذا هو الثلاثة الأدوار الرئيسية. فجون آدير يقول على القائد أن دائما يركز على هذه الثلاثة، فهو مثل الهليكوبتر فوق يشوف في السطح، لما يشوف أن الأتباع فيهم مشكلة ينزل يحلل المشكلة، ويحل المشكلة ويصعد، لما يشوف التيم بها مشكلة ينزل يحلل ويحل ويصعد، وإلى ذلك إلى المهمة. يعني القائد هو شغله، يعني هو أدوار القائد لدى جون آدير هكذا يقسمه. فبناء على ذلك، بناء على هذه الأدوار الثلاثة لدى جون آدير، أنا عملت هذه التشكيلة اللي الآن راح تشوفونها، قسمنا إلى ثمانية الأماكن أو ثمانية حالات، أحسن شيء هو الحالات، ثمانية حالات ممكن نستخدم فيها الأنماط الستة في ثمان حالات، ثمانية حالات. يعني هو متى وكيف نجيبه هو الآن، يعني شغلة ماتريكسية. ماتريكس هو أنت عندك ثلاث أدوار رئيسية لدى جون آدير، وعندك هذه الست الأنماط، فنخليه مع بعض يعطينا يعني جدول، فإحنا قسمناه على ثمانية المواقف ممكن نقول. أولا بناء على هذه الثلاثة، هو شنو هذه الثلاثة؟ المهمة، أبعد هذا، المهمة، الفريق، الأتباع. فهذا هو قصدي، هذا هو مال جون آدير. إذا كانت المهمة واضحة لدى الجميع، لازم يكون المهمة الأهداف واضحة لدى الأتباع. إذا كانت المهمة اللي بني عليه هذه المشروع واضحة، يعني هذا اللون الأخضر اللي هو الكثير، يعني واضح، ولدى الأتباع، والأتباع تعاملهم مع بيناتهم جيدة، عفوا القائد تعامله مع أتباع جيدة، يقدر يسيطر، يقدر يحركهم إلى المهمة، ممتازة هذا أيضا. ولكن الفريق، تناسق الفريق، تعامل الفريق مع بعض ليس جيدة، يعني دنيئة. في هذه الحالة ما دام الفريق فيها مشكلة، من الأفضل أن نستخدم النمط الألفوي اللي قلنا هو يعمل الهارموني، التعاطف والمعاملة اللطيفة والجميلة والجيدة بين الأتباع. أظن واضحة جدا هذا، صحيح؟ هلا دكتور، بس نقطة صغيرة، الأتباع هم المستفيدين من المشروع؟ لا، من هم الأتباع؟ الأتباع هم الأشخاص الذين يعملون معي كقائد في مشروعي. هو طيب. هذا هو الأتباع، مش الفريق هو العامل؟ الفريق هو كل الفريق، الأتباع قصدنا واحد واحد من الأتباع اللي معانا. أبسط لك الفكرة، عندنا الهيئة التنفيذية خمس أشخاص، القائد وأربعة آخرين، تمام؟ هذه الأربعة هم الأتباع
لهذه المشروع اللي يقودهم هذا القائد. تمام؟ مثال آخر، عندنا شركة ولدينا 200 موظف، 200 موظف كلهم أتباع، كلهم أتباع، employee، موظفين، خلينا نستخدم الكلمات الإدارية، موظفين employee. تمام؟ ولكن فيها تقسيمات، 10 منهم تنفيذي أعلى، 15 وسط، الباقي تحت، فكلهم أتباع إلى القبة الرئيسية وكلهم أتباع لفوقهم. مثلا أنا مدير قسم فلان، عندي 5 موظفين فهم أتباعي وكلنا أتباع إلى الفوق. فهمت الفكرة؟ كلمة اللي فوق هاي مخيفة دكتور. نعم، كلمة اللي فوق هاي مخيفة. لا، فوق هو الله وليس مخيفة. تمام. فهذا هو القصد بالأتباع، يعني الموظفين لدينا. أما إذا قصدك كاستمر، البائعين والزبائن، هذا شيء آخر. يعني صراحة أنا هلا اتضحت لي الفكرة. أنا كنت أظن إنه هو المستفيد من مشروعي هم الأتباع أو اللي وثقوا بهذا المشروع أو هيك، والفريق هم من يعملون معي في نفس المشروع. تمام. الفريق طيب أصحاب القرار بالمشروع؟ ليس 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 بالضرورة، ممكن هم معايا في القرار وممكن تحت، ليس هو موظف طبيعي يعني. طيب. لا، أنا لما أشوف، شوفي عندنا الهيئة كالتالي: فريق التنفيذي 5، رؤساء الأقسام 5، وكل قسم لديه 10 موظفين. أنا كرئيس الأول أو القائد الأول في هذه المشروع، لما يقولوا لي أنه يوجد مشكلة في القسم الفلاني، أنا لا أتدخل أولا، لديهم رئيس، الرئيس يتدخل ويحلل المشكلة، صح؟ إذا هو ما قدر يسيطر على المشكلة ويحل المشكلة، أنا كقائد اللي فوق أقدر أتدخل في هذه المشكلة وأعمل على حل المشكلة. متى؟ عندما يوجد أزمة في حل المشكلة. أما overall، سواء أنا قائد الوسط أو قائد الفوق أو قائد التحت، لأنه القيادة ليفلات، يعني مراتب، يعني وليس كل قائد هو القائد الأول، يعني ليفلات يعني. المهم، أيا كان، ما دام أنا صاحب مشروع أو مسؤول هذا الفقرة في هذا المشروع، عندي مشكلة في التناسق، يعني الأتباع بينهم لا يوجد رحمة، ألفة، صداقة، هارموني في العمل، الحب في العمل، يعني تعامل ركيك. ما دام يوجد هذا، أفضل نمط أستخدمه، لازم أقتمص شخصية الألفوي، أكون أليف معهم، أعلمهم كيف يكونوا هكذا. أظن وضحت الفكرة. تمام، يلا نمشي على نفس السياق. العفو مرات. تمام، أمشي على نفس الموضوع. شوفي، هاي المرة ماذا نقصت؟ في الأول كان الأتباع جيدة، الآن لا، أتباع نفسهم أنا عندي مشكلة معهم، أو هم ما يعرفون إيش الموضوع أصلا. يعني هو موظف إجا عندي، ما عنده فكرة ولا شيء، بس لحظة، يوجد الباب يطرقون، خليني أفتح بلا زحمة عليك. أنت عندي قطع أتوقع. العفو، عفوا سادة المشاهدين والمشاهدات، عفوا أختي دعاء. أكمل. تمام. هنا الأتباع أيضا عندهم مشكلة، موظفين عندهم مشكلة، ماذا أعمل؟ شوفي، دمج. واحد من الأسئلة أنت سألتي، ممكن ثنتين مع بعض؟ نعم، نستخدم الألفة معاهم، أكون أب معاهم، أب، ولكن مدرب، أدربهم على المهمة، على أهمية التعامل مع بعض، كيف يعملون، أوجههم وأحفزهم، توجيه والتحفيز، هذا هو الكوتشينج. وأفلييتف معاهم، يعني سهلة جدا جدا جدا، يعني أظن المعادلة سهلة لأنه إحنا تعلمنا ما هو الموضوع. تمام.
مرات يكون البث فقط الأتباع عندهم مشكلة، يعني التابع نفسه الامبلوي الموظف نفسه ما تعلم إيش وظيفته بالضبط، هو إنسان خلوق مؤدب مهذب عنده مع الفريق ما عنده مشكلة، بس ما تعلم إيش الموضوع إيش القصة إيش يعمل شلون يعمل، ها فأدربه كوتشين استخدم نمط المدرب استخدم معه نعم نعم أستاذ دعاء. دكتور سامعني ولا في خلل؟ أتوقع في خلل. أنا أسمعك كان فيها قطع شوي يعني. في تقطيع. بس جيدة. شوي تقطيع به. هذا هو النمط المدرب، كيف متى نستخدمه؟ عندما يكون الموظفين في البزنس معايا اللي يشتغلون معايا، إحنا نستخدم في القيادة كلمة الأتباع. يعني ممكن يكون الموظف تستخدمه معك مو مشكلة يعني نفس الشيء. فأظن هذا واضح جدا. متى نستخدم الديمقراطي؟ شوفي أختي هذه من السياسة أيضا، عندما يكون المهمة واضحة، فريق يعني هارموني عندهم تعامل ويعرفون المهمة ويعرفون القصة ويتعاملون مع أنفسهم باحترام وأدب ويعني بجدية في نفس الوقت، والأتباع أيضا يعلمون ما شغلهم ومهمتهم، ثلاثتهم صاعدة، فممكن استخدم النمط الديمقراطي. النمط الديمقراطي، ولكن اذا القائد لما يستخدم النمط الديمقراطي اللي هو اخذ الاراء والملاحظات وهكذا، اذا حس انه ميزان القياده يختل بشكل مو جيد، فلازم يرجع الى نمط اخر حسب التغيير. فهذه المقياس اللي احنا حطيناها الان هو من انتاجي هذا المقياس طبعا، يعني هو الفكرة من الأنماط والأدوار من الجون آدر، ولكن الخلط بينهم متى وكيف هو من تأليفي يعني. تمام، فهذا هو الديمقراطي. النمط لما يكون مهمة مو واضحة، شوف الأتباع متحمسين، الموظفين متحمسين معايا، الفريق يعني يتناسق مع بعض في العمل، ولكن لا يوجد مهمة حتى يعمل. هنا الفيجينري لازم استخدمه، رؤيتنا هكذا وإلى هنا ونستخدم هكذا ونعمل هذا وإلى ذلك، يعني أوجههم إلى رؤية معينة، وممكن أخذ آراءهم في تحديد الرؤية. وثابت إنه لما نستخدم آراءهم ونستقبل آراءهم وخاصة الآراء الممتازة وفي تشكيل الرؤية، يكون حماسهم لتحقيق الرؤية أكثر، لأنه يحس أنه فيها رأيه في المسألة. أما لما يكون المهمة ليست واضحة والفريق لا يتناسق مع بعض، ولكن أتباعك كل شخص جيد يعني واحد بالآي تي يعني يعمل ما عليه، ولكن تعامله مع الفريق ليس جيدا وليس لديه رؤية واضحة للمهمة، يعني كل واحد من الأتباع من الموظفين جيدين بنفسهم، ولكن التناسق الإداء الفريق ما عندهم والمهمة مو واضحة. هنا نستخدم commanding and affiliated. commanding اللي هو التوجيه إلى هنا الآمر، ولكن شوفي affiliated ليش؟ الآمر إذا يكون مستمر في الأمر والتوجيه يكون خشن بعد فترة، إذا أفلييتف حتى يعمل البالانس حتى يعمل التوازن. نمط السادس أو السابع نسيت والله. إذا لما يكون الفريق جيد مع بعض ولكن المهمة مو واضحة والأتباع مو يعني كشخصهم لا يتقنون العمل اللي عندهم، مثلا كفريق يتعاملون مع بعض بجدية ومريحين وممتازين وهكذا، ولكن مهمة ليست واضحة لديهم، فهذا عمل القائد أن يعطيهم المهمة، والأتباع لا يتقنون عملهم. فهنا نتوجه إلى كوتشين، لازم نعلمهم وبيس سيتين اللي هو الموجه السريع. شوفي هنا متى نستخدمه، أنا نسيت في بعض الحالات أقول متى نستخدمها. هنا لما يكون في مشكلة سريعة emergency، يعني حالة طارئة،
حالة طارئة، الشركة في حالة طارئة، نحتاج إلى شيء معين ومحدد وسريع، هو هذا نستخدم اثنيناتهم. وخاصة pace setting للسادة المشاهدين والمشاهدات، pace setting الموجه السريع نستخدمه في الحالات الطارئة فقط، لما يكون الكرايسيس الحالة الطارئة يروح تروح نرجع إلى أنماط الأخرى، لأنه البقاء في pace setting أو الكوماندين اثنيناتهم، البقاء المستمر فيهم يحولنا إلى مستبدين حتى ولو كان شركتنا. أكيد. حتى ولو كان شركتنا، هذا هو المشكلة. يخلق توتر أيضا دكتور بين الأتباع. بالضبط 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 بالضبط. الآخر والأخير يعني متى وكيف، هو لما يكون كل دنيئة، يعني أنا في بداية المشروع. شوفي مهمة عندي واضحة، الفريق مو مكتملة، والأتباع يعني أما لا أعرفهم أو لا يعرفون ما هو ما الشغل هنا، commanding affiliating، أو ممكن نستخدم commanding affiliating visionary. ليش visionary؟ حتى أعطيهم الفيجن، لأنه في بداية العمل، أنا نسيت أكتب الفيجنري هنا، فيجنري لازم نضيف الفيجنري. فيجنري ليش؟ لأنه في بداية، إذا كان في بداية المشروع، إذا كان في بداية المشروع ليست واضحة، فأستخدم الفيجنري للفيجن حتى نعطيهم الرؤية والمهمة، وأستخدم الأفلييتين حتى أخلق فريق عمل يعني متعاطف ومتكامل، وأستخدم الكوماندين حتى أوجههم يلا تعال عمل كذا وسوي كذا. فإحنا شفنا أنه بناء على هذه التقسيمة ممكن نستخدم النمطين، نمط ثلاث أنماط، نمط واحد، يعني حسب الحالة تفرق. أنا أتوقف هنا، وإذا أي استفسار حضرتك عندك يعني جاهز، أو أي سؤال. الدكتور ذكرت آخر شيء، عندما يكون عندي أحتاج لقرار سريع وهكذا، ممكن أنه يكون أكثر يعني، أو لنحكي أنه ممكن أنه يفيدني أكثر أخذ نمط الآمر ونمط السريع. أو مدمرة سليناتهم، ديري بالش. ليش؟ لأن سليناتهم نستخدمه في الطوارئ، إذا كانت الحالة طارئة جدا جدا فممكن واحد منهم يكفيني، عادة اثنين مع بعض ما نسيطر عليه بسهولة إلا إذا كان واحد شخص واعي جدا. هذا هو مشكلة هاي النمطين مع بعض ومسيطر. طيب دكتور ناخذ بعض الأسئلة. تفضلي. طيب في سؤال، في تحديد رؤية وأهداف المشروع، دكتور زانا بأي نمط تنصح أن نبدأ بالتصرف؟ إذا أنا أو مع فريقي، سؤالي إذا واحد القائد وحده لو مع فريقه، لأنه يفرق القائد يعني. أنا إذا كان هو المشروع يعني هو لم يبدأ بالمشروع صح؟ لا، هو قاعد بالبيت ويريد يفكر ويخطط. يعني هو لحاله، يعني في هذه الحالة فيجنري جيد، لأنه هنا لا نستطيع أن نقول هذا يفيده نمط القيادة، لأنه لوحده. إحنا قلنا تعريف القيادة علميا لازم يكون له أتباع. فهذه الأنماط تستخدم عندما يكون معنا فريق وتابع، يعني يكون الفكرة واضحة. أوكي أختي دعاء. فعادة يكون فيجن، أنت لازم الشخص يبدأ بالفيجن ويسوي بلانين، لما يكون له تابع ماذا يستخدم في البداية؟ قلنا فيجنري، كوماندين، وأفلييتيف. طيب دكتور، طلب من أحد المتابعين لو تعطينا مثال عملي على كل نمط، يعني ممكن أنه هيك منقرب الصورة أكثر. قلنا أنه هذا الأخير هو بداية البزنس، أو في حالة البزنس أو المشروع مالي مالتي أو مالي يكون دنيئة جدا إلى وشك السقوط، ممكن نستخدم هذه الحالة. نرجع، يلا نرجع بالعكس. قلنا المدرب والموجه، نعم
المدرب والمنتج، انا عمال بتذكر فيهم. المدرب قلنا هو اللي يوجه ويعطي معلومات ودايركشن، يعني التوجيه والتحفيز. الموجه السريع هو اسمه على مسمى، يعني هو يحتاج التوجيه بسرعة، تعالوا معايا نفذوا اللي يعطيكم إياه. تمام؟ هنا في أي حالة نستخدمه؟ احنا شركة عندنا 10 موظفين وموظفات جيدين مع بعض، متناسقين، روح فريق جيدة، ولكن بعض من الموظفين إما لا يستخدمون طاقاتهم جيدة، أو ما عندهم طاقة الكافية اللي أنا أريده في هذه القفزة. هذا هنا المشروع، هنا المشروع يحتاج إلى قفزة. ليش؟ لأنه واقف. صحيح أن الفريق جيدة تناسق، بس أنا شو أعمل بالتنسيق إذا ما عندي مهمة، والأتباع بعض الأتباع عندي ما يشتغلون زين. فهنا يحتاج إلى قائد كوتشين لهذه الأتباع، أو تغيير بعض الأتباع، لأنه شوي إمرجنسي طارئ، يعني يحتاج إلى تغيير بعض الأتباع. يعني بعض الموظفين تفصلهم تجي آخرين غيره، لأنه أنت أو هو مستعجل. تمام؟ واحتاج الـ 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 طبعا شو اسمه البيس سيتنج، لأنه مستعجل. بيس سيتنج اللي هو سريع التوجيه، لأنه حالة مستعجلة. ممكن واحد يقول لي انه دكتور ليش ما نستخدم هنا فيجنري ايضا؟ اقول له صحيح كلامك، يعني فيجنري جيده، بس لانه حاله طارئه فيجنري يحتاج وقت، وممكن نضيف الفيجنري اذا حاله مو طارئه جدا. اذا وضحت الفكره هكذا جيده هكذا تمام. لا واضح دكتور. ننتقل للي بعدي، الديمقراطي. هكذا نرجع احنا او نرجع تريدين كل ايه هذا رجوع. هم طلبوا مثال عملي على كل نمط. يعني كل ستة يعني؟ ستة. بس هذا ما يفيدهم. ما يفيدهم ليش؟ مثال عملي يعني اعطيكم اسماء الاشخاص، يعني كل فلان شركة عندها هذا، او شركات او سياسات يعني. ها؟ يلا. اوكي نبدأ بالفيجنري. فيجنري واضح، يعني مثلا ماليزيا لما اجى مهاتير محمد في ماليزيا كان 1985 لما اجى مهاتير محمد وصار رئيس الوزراء وحدد فيجن 10 سنوات الى ماليزيا، وبعدين 20 سنوية الى الماليزي الى لماليزيا. فهذا فيجنري، ولكن الفيجنري لا يكفينا لوحده، لا يكفينا لوحده، يحتاج الفيجنري إلى مساندة. مساندة من ماذا؟ يحتاج المساندة إلى مرات إلى كوماندين، يعني توجيه الآمر، عفوا الآمر. تمام؟ ويحتاج إلى أفلييتف، تعاطف. شوف بالبداية مثل دولة مثل ماليزيا فيجنري وتعاطف اشتغل عليه، وبعدين كوماندين. ليش؟ لأن الشعب عنده إحساس ليست جيدة، مرهقين من السياسات الفاشلة اللي قبل، يحتاج إلى ألفة، ويحتاج إلى فيجن، ويحتاج إلى توجيه سريع إلى هذه الأشياء، وطبعا يحتاج إلى الديمقراطية، هذا كقالب كبير في السياسة قصدي. فهذا على مثال مثلا الفيجن، يعني في البدايات حتى نستخدم الفيجن في البدايات أو في تجديد، يعني هذا هو المهم. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يستخدم الفيجن بالبدايات، يستخدم القيامة، الجنة، يبشرهم بالجنة. هذا هو كل قائد عادة يبدأ بالرؤية. يعني احنا قلنا انه احد الادوار الرئيسية للقائد انه مهمة، وحتى في تعريف القيادة انه يوجد تحريك الناس نحو الهدف، الهدف هو المهمة. نأتي الى افلييتف اللي هو الألفوي، يعني مثال لا أذكر الاسم الدولة، سبحان الله، دولة إفريقية كان فيها صراع قوي جدا جدا بين سبحان الله نسيت الاسم الدولة الإفريقية، أشرح بلكي بعض المشاهدين والمشاهدات يذكرون الاسم. كان صراع قوي قوي جدا بين عشيرتين كبيرتين في هذه الدولة، صار شجار، قتل، دم، ذبح، اختطاف، كل شيء يعني صار.
ولكن القائد اللي هو من أصله المسيحي يعني لحد الآن أظن هو رئيس أو غيروه والله نسيت سبحان الله نسيت قام تحديد الرؤية والألفة تعايش يعني ممكن نقول الألفة تعايش عمل تعايش بين أفراد هذه المجتمع هذا المجتمع تمام كافي حرب كافي قتل كافي شجار يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة يعني كله ينطبق على الرسول طبعا لما ذهب إلى المدينة تعايش بين المهاجرين والأنصار حتى في وثيقة المدينة أو الدستور المدينة وقال اليهود أمة معنا يعني حتى تعايش هم معه حتى اليهود هذا هو المثالين الأمم دكتور ضروري نعم. التعايش بين الأمم طبعا 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 ضروري جدا فهذا هو النمط هكذا جيد جيد هكذا تمام دكتور نمط المدرب الآن أريد أن أذكر بعض الديمقراطي خلينا نأتي للديمقراطي وبعدين أنت قولين لنا شنو الديمقراطي يعني أنت ما دام تحبين الديمقراطية والله أنا يا دولة يا دولة يعني أو يا شركة تستخدم النمط الديمقراطي هلا النمط الديمقراطي احنا بنشوفه هلا بأغلب البلاد الأوروبية يعني طبعا العربية ما أعتقد كندا ممكن نقول كندا الآن حاليا اللي أكثر شيء كندا يعني مثال جيد لكندا يعني حسب الدول يعني مثال جيد لكندا إنه يعني فعلا يعمل على الديمقراطية اللي يسمونها ديمقراطية النمط الموجه والسريع هذا شغلنا هذا شغل الدول العربية يعني موجه هذا في الإنقاذات عادة في الكوارث الموجه والسريع والأمر مع بعض هذا بالدول العربية في مثلا في موضوع الكورونا معظم القادة الدول ومعظم قادة الشركات في العالم اشتغلوا على هذا اشتغلوا على نمط الموجه والسريع ليش؟ لأنه هذا حالة إمرجنسي طارئة يحتاج إلى يعني حتى الجوجل والفيسبوك واليوتيوب كلهم حتى الشركات الكبرى التجارية في الاستثمارية في التكنولوجيا يعني كلهم بدأ اشتغلوا على هذا يعني هذا جاي يعني واضح النمط الآمر هذا في مثلا في الحروب عادة نستخدم ممكن نستخدمها في الحروب يعني موجودة في الحروب عادة يأمر الناس لأنه في الحروب لا يوجد يعني يعني ما نقدر دائما نسوي يالله استفتاء هل نحارب مع هذا الشعب أو لا نحارب أو هل نعمل هذا أو لا يعني لا يوجد وقت يعني هو العدو موجود فيحتاج إلى الآمر فغالبا هذا في القيادات العسكرية موجودة دائما يعني في القيادة العسكرية أنت وشغلهم هكذا أنه لا يوجد ديمقراطية هو يقول نفذ ثم ناقش يعني هو العسكرية هكذا يعني هذا ما تبعه دكتور هتلر يعني قد يكون هذا النمط أقرب للديكتاتورية إذا لم ننتبه الآمر والموجه السريع نعم متشابهين هيك انتهينا دكتور من الأنماط أمثلة قصدي انتهينا من التقسيمات والأنماط إذا يوجد أسئلة نجاوب عليه تمام طيب بأي نمط دكتور في سؤال من أحد المتابعين بأي نمط نتصرف مع العملاء المهمين المهمين مهمين ها يعني talented أصحاب المواهب أصحاب المواهب أحسن لهم الديمقراطية ليش؟ أو الفيجنري مرات ليش؟ لأن هو عنده تالنت موهبة ويحتاج إلى إذا نرجع إلى أدوار القيادية غير الأدوار القيادية اللي قاله جون آدر مثلا في تقسيم الأدوار القيادية لدكتور طارق سويقان اللي هو دائما أنا أحبه لأنه فيها كثير من الأشياء أحد الأدوار هو أن تعطي للأشخاص مثل هؤلاء هو التفويض تفوضهم يعني تعطيهم الشغلة الرؤية هذا هو هذا هو القصد في هذا العمل وأنت سويه
طيب دكتور، في سؤال برضو، هل يمكن نمط الإنسان أن يتغير مع الوقت؟ ممكن أن نطرح هذا السؤال بطريقة موسعة أكثر، أنه مثلا شخص لنحكي أنه ماشي بنمط معين وبسيستم موحد وما غير أبدا في هذا النمط، ممكن أنه ظروف العمل أو ظروف أو تعاملاته مع سواء الأتباع أو الفريق ممكن يغير من طريقة، لنحكي من النمط اللي هو متخذه بدون ما يحس على حاجة، من دون قصد أو وعي. يعني قصدك بالسؤال يمكن أن نغير الصفات، صح؟ ممكن إنه يغير طريقة النمط أو يغير النمط من دون قصد منه، يعني يجبره مثلا الظروف الخارجية unconsciously تجبره يعني. على تغيير النمط. ممكن يعني يوجد هذا مثلا حتى في البيت، لأن نستخدم القيادة في البيت. احنا مشكلتنا في البيوت، لا نستخدم القيادة. مثل أحد من الكتاب أو المحاضرين قال نستخدم الإدارة غالبا، الإدارة افعل كذا لا تفعل كذا، الأمر والنهي. أما القيادة لا، فيها تفويض وفيها أخذ الآراء. المهم مثلا واحد يموت، واحد قريب منه في العمل، وهو كان نمطه مثلا ديكتاتوري، ممكن يتغير. أو حتى في البيت ممكن يتغير، ولكن هل هذا التغير يبقى؟ هذا يرجع إلى الفطرة الداخل لهذا الإنسان. شوفي أختي الدعاء، إحنا قلنا سيكولوجيا إنه الفطرة ما لا نستطيع أن نغيرها، أما الصفات ممكن نتحلى بها، نتعلم كيف نسيطر على الغضب، نسيطر وليس نكون مثلا واحد اللي ما يغضب أبدا، نسيطر يعني إدارة الغضب. ممكن نتعلم إدارة إدارة الاضطرابات أو إدارة المو اضطرابات، ستريس يعني، هو بالعربي شنو ستريس؟ يعني القلق، مو القلق يعني، ستريس هو الضغوطات، الضغط، إدارة الضغوط. ممكن نتعلم هذه الأشياء. أما واحد هو بالأصل ما عند أي ستريس فهذا نمطه، ولكن أنا اللي ما عندي هذا النمط ممكن أتعلم كيف أدرب نفسي على هذا الكنترولين اللي هو الإدارة. دكتور، ففي القيادة نفس الشيء. هلأ ممكن سؤالي هذا يخرج عن الموضوع شوي. أنت ذكرت قبل شوي أنه الفطرة ما بنقدر نغيرها، لكن في كثير شفناهم من الشباب غيروا في فطرتهم. ما فهمت شنو لا يمكن تغيره؟ هلا قبل شوي ذكرت انه الفطره الداخليه بتبقى زي ما هي، ما بنقدر نغير على الفطره. تمام، هذا ما كان فطره، اذا هو كان غيرها فما كان فطره، يعني بتبقى فطرته اللي انخلق عليها زي ما هي. شوفي اختي، الفطره في كثير من الاحيان تحدده الجينيتكس. ما نقدر نغير الجينيتكس. حتى الآن العلم البشري ما سيطر على الجينيتكس، يعني ما نقدر نسيطر عليه. فهذا هو، إذا جينيتك، شوفي عائلتي فيها مثلا أذكياء فغالبا أنا أكون ذكي، جينيتكس، لأن كثير من الذكاء جينيتكس يعني وراثي. عائلتي فيها كرم إما تعلمته، وهو مرات عندنا موضوع. نعم، ممكن يدخل في السلوك دكتور، انه سلوك تعلمته من عائلتي. نعم نعم، ممكن يغير السلوك، ولكن احنا عندنا شغله اسمها ايبيجينيتيك، يعني شغله علميه، ممكن نغير هذه الجينات بالتعامل. وموجود في القران، وكان ابوهما صالحا. ايش العلاقه ابوهما صالحا بهذا الولد؟ ابتلاء. لا، الصلاح ممكن يبقى. لا لا، الصلاح ممكن يبقى والله العظيم. ممكن. طيب دكتور، أيضا في سؤال، كيف يحدد باحث المشروع نمطه القيادي؟ وهل هناك أدوات أو تمارين أو اختبارات بتنصح فيها المتابعين لصالح هذا المشروع؟ أول السؤال ما فهمت، أما الثاني الفقرة الثانية فهمت. بداية السؤال إنه كيف ممكن يحدد الباعث المشروع
أو صاحب المشروع نمطه القيادي، يعني ممكن بصفات معينة وهكذا. هو احنا في الانماط، لانه قلنا انماط هو تشكيله الصفات. غالبيه الصفات اللي موجوده عندي يتقرب الى اي نوع من الانماط، فهذا هو يخليني اكون صاحب هذه النمط اكثر من النمط الثاني. اما الثاني الباقي السؤال كان على هل يوجد الاختبارات أشياء مثل هكذا؟ نعم يوجد، بس ولكن لا أذكره الآن. طبعاً هذه الأنماط حسب جوليمان يوجد أنماط أحسن من هذا، أو يوجد أشياء أحسن من هذا. مثلاً إذا واحد يريد يسوي ديسك أناليسس DISC ديسك أناليسس، طبعاً موجود لدى دكتور طارق عنده دورة وعنده اختبار في الموقع إيجالف إنوفيشن الإبداع الخليجي الإلكتروني، إيجالف إنوفيشن يستفيدوا منه. ولكن بس إذا تعطيني مهلة أفتح هذا الاسم، عندي لستة من الاختبارات حتى أشوف. أنت ممكن تسألي سؤال آخر حتى أجد دكتور، إن كان في لينك مثلا معين ممكن أنه يدخل عليها المتابعين، ممكن أنه نعرضه على الأكاديمية، على صفحة الأكاديمية أو في الآن أو بعد ذلك؟ الآن أو بعدين؟ يعني إذا يحتاج وقت ممكن أنه بعد انتهاء اللايف. والله ما أدري إيش. يلا نشوف، يلا إن شاء الله. سؤال آخر إذا موجود. طيب هلأ في سؤال أيضا من أحد المتابعين. نعم دقيقة دكتور بس خليك معي. هلأ ما هي النظريات أو المراجع التي نعتمدها لتصنيف القادة حسب أنماط معينة؟ سؤال. نظريات أو مراجع ممكن نعتمدها، يعني أنت ذكرت لنا مرجع جولمان كأنه جولمان. والكتاب ليدين بيوند ذا إيجو، هذا هو الكتاب مثلا اللي فيها الأنماط، ولكن يوجد كتب أخرى غير هذه الأنماط موجودة فيها. مثلا نعم كتاب المنهج المتكامل لإعداد القادة، ثلاث كتب للدكتور طارق والأستاذ غياث، فيها في الكتاب الأول أظن فيها في الكتاب الأول الصفات القيادية وفيها الأنماط القيادية، ولكن تقسيماتهم شوي في فرق. يعني فيها موضوع ممكن هم يستخدمون لكلمة الكوماندين أوثوريتيريان، كوماندين مقابل أوثوريتيريان، يعني تقريبا متشابه، إذا واحد قرأه يعني تقريبا متشابهين هذه النمطين مثلا، يعني هذا كمثال. فهذا الكتاب يفيدهم في هذا الموضوع، كتاب كبير وجيد. تمام إن شاء الله حنذكر أو نضع أسماء هذه الكتب أيضا في تعليقات على هذا اللايف. آخر سؤال دكتور، في انتداب أعضاء المشروع، هل ممكن أن نستخدم اختبارات في تعيينات للعناصر الجدد؟ ممتاز. ديسك DISC هذا ممكن نستخدم لأنفسنا وللي يجون، هاي أولا ممكن نستخدمه. نعم عندنا تقييم، بس لحظة أريد أقرأ هذا تقييمات عندي. Leadership Inventory Assessment عندنا هذا، إذا ممكن يكتبوه اسمه Leadership Inventory، أو أنا إذا أقدر أعطيك اللينك الآن، بس لحظة هذا إنجليزي بس. طبعا. طبيعي إذا إنجليزي؟ أكيد يعني إلا ما هو يحتاجون يتعلمون الإنجليزية، يعني معظم المراجع موجودة بالإنجليزي. هذا يعني اختبار بسيط جدا، أنا أكتب لك إياه باللينك هنا، أنا أو كتبت لك إياه أختي، أرسلت لك إياه بهذا البرنامج، وممكن باللايف أني تمام حتى باللايف نشرته. هذا أحد بسيط جدا، دقته لا أعرف كم هو دقيقة. نعم إذا سؤال آخر تفضلي. طيب دكتور هلأ عندي سؤال، ممكن إذا أنا نعم. عرفت طبيعة النمط اللي بتناسبني بهذا المشروع أو بتناسب شخصيتي،
ممكن وقت أشكل الفريق أبحث عن أعضاء يكون عندهم نفس طريقة تفكيري أو نفس طريقة النمط اللي موجودة عندي، ولهذا ممكن إنه يحدث ضرر أو تضاد أو تصادم. من الأفضل أن ندور على الأشخاص اللي صفاتهم ليس مثل صفاتنا، حتى يتكون فريق متكامل متباعد الرؤية في زوايا مختلفة، وليس في زاوية واحدة أو نمط معين، لأن المشروع نحن نريد أن يكبر المشروع ليس بعقلية نوعية نمط واحد، بل بأنماط كثيرة لصالح المشروع. فمن الأفضل أن يكون غير نمطك أو فرق. تمام. دكتور زانا قصاب، شرفنا اليوم بهذه الحلقة، وشاكرين جدا لتواجدك معنا. حقيقة يعني نفعتنا وأمتعتنا بهذه المعلومات الثرية جدا. إن شاء الله الله نأمل أن يسلمك، نلقاك في مرات الله قادمة. الله إن شاء يسلمك. الله أود أيضا التنويه مرة أخرى لكل من يتابعنا أو دخل متأخرا، أنصحه بمتابعة هذه الحلقة لما فيها من معلومات ثرية للغاية لأصحاب المشاريع. إن شاء الله هذا اللايف موجود على صفحة الفيسبوك على أكاديمية عمران ومنصة عمران وعلى اليوتيوب. دكتور زان قصاب، ولكن آخر شيء دكتور، معنى اسمك هو من اسم، زان، اسم فعل من لا هو الفعل اسم الذي كردي، هو اسم كردي بمعنى العالم، الله هو مشتق من كلمة المعلومات، فمشتق يعني هذا اسم ليس مصدر، إنه أخذ من المصدر، فصار زان يعني العالم، يعني الفاعل يعني. جميل جميل، ما شاء الله الله اسم عام يسلمك، سنة صار دكتور. أسأل الله كل ذلك. التوفيق شكرا أختي دعاء، بارك الله فيك، فرحت آمين. جدا بلقائك، وإن شاء الله السادة المشاهدين والمشاهدات استفادوا من اللقاء. إن شاء الله كل الشكر لك دكتور، والسلام عليكم. وعليكم السلام.